بعد الصولة على هذه المنطقة عثرنا على هذا الآلية المفخخة، فعالجنا هذا المفخخ وتمت معالجته بنجاح، ونحاول تشغيل هذه الآلية المفخخة إن شاء الله. لا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى وفقنا، اشتغل العجلة اشتغلت وكملت. شلون مصفح هذا العجلة؟ مصفحين هذا اللوري، تشوفون هنا فراغ، هذا الفراغ ينملي بالاسمنت. هنا أنا هاي داخل القمة مال السياقة مسوي لها، لأن هو مصفح فينزلوا لها من فوق، مثل ما تشاهدون هسا قمرة السياقة اللي مجرد فتحة صغيرة أيضا مصفحة.